السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أحمد ولا مودي ثلاث فا. اليوم جايب لكم لعبة اسمه كان جيم الأسهم، لعبة جميلة من بلوك أوبس وان. ما يعني شفت كنت ألعب بلوك أوبس وان، لكن يعني بلوك أوبس وان حتى اشتقت له وقمت ألعب فيه. لعبة حلوة، بوريكم زي الحين كيف تلعب. هذه اللعبة فيها تسكين، فيها تمهات وش اسمه شو اسمه هذا تقليد بالبداية الأسهم دي هاي اللي تذبح فيها، ما في اللي هي تقدر تذبح فيها، ما شيء ثاني تذبح فيه. يشوف من أكثر واحد نقاط ويفوز كذا اللعبة. على ما أعتقد كيف اللعبة حنا نلعبها، لكن هاي المرة يعني ما ليش ببالي كنت ألعب. أخذت هذا اللعبة من واحد، لكن تليقي يعني اللعبة حلوة ما هب يعني شينا في كده مثل شايفين ماخذ الأول، لكنني حلو ماخذ الثاني. والله اللعبة عادية وحلوة موجودة مثل ما جان جيم، تحط جان جيم جنبها تشوف أسهم وتمهاك وهذه الأشياء تحصلها موجودة. يلا، وإذا ما تبي تشترك في قناتي